يعني شوف بالله عليكم في الوضع الداخلي، الجزائر فجأة تبون يعلن عن يعلنوا على مبادرة لم الشمل، شكون يستقبل فيها؟ ملم الشمل مع الجزائريين في الخارج، دخلوا بعض الأشخاص اللي ما يسواوش دوره، مع احترامي للأشخاص يعني على المستوى الثقل الفكري والثقل السياسي، دخلوه وبعد ذلك يستضيف في زعماء الأحزاب اللي هما أصلا طبلوا وزمروا البوتفليقة حتى غلبوا. كذا لم الشمل، هذا هو لم الشمل في نظركم؟ مبادرة ولدت هكذا وفجأة تلاشت واحد الأمور ودخلت منين كانت برا لم الشمل يجيبوا الجزائريين اللي معارضين في الخارج وعندهم آراء مختلفة يدخلوا يعبروا عن آرائهم في الجزائر، فجأة هذا الباب يحدث فيه ما أدريتش وش دف علامة استفهام كبيرة سنعود له في المستقبل، رانا نبحث في واحد المستجدات ونرجع له ونهي واستضيف لي البعجي والدعجي والشعجي والرعجي اللي كانوا يرقصوا ويطبلوا البوتفليقة ويشاورهم ويديروا حكومة جديدة وخلاص لمينا الشمل. لم الشمل وش فيها؟ إخراج الجماعة اللي في الحباس اللي سرقوا أموال الشعب. هذه هي وين رايحة لها، وإذا راحوا لها يزيدوا يعطوا مصداقية للناس اللي يخونوا فيهم ويشوفوا فيهم أكبر خطر على الدولة الجزائرية. وضع الداخلي هش، وضع الداخلي هش معنى الكلمة، البلد غير مستقرة، البلد عايشة على وقع الدولة البوليسية، القمع، الأحكام القضائية، المطاردات لا تحصى ولا تعد، كل هذا يحدث وتجي أنت الآن تتحول لي إلى دولة مؤثرة. يا أخي منذ فترة فقط قلت الجزائر ستحل أزمة سد النهر، وين راحك المشروع هذا؟ أي فكروهم يا جماعة، قلوا مراك منذ مدة قلت سد النهر، قبل سد النهضة تبون في أول خطاب داروا في 19-12-2019 لن يحدث شيء في ليبيا إلا بما الجزائر، والجزائر ستلعب دوره بدء أنه بعد ظهرنك بقدوم طيارة نازل رايح عند الجهة هذه وبعد الجهة هذه ويستقبلوا كذا وكذا كذا. وين وصل المشروع؟ وين راح؟ الجزائر غايبة في المشهد الليبي. واذكروا كلامي جيدا، نهار اللي راح ينجح الملف الليبي ويفكروا المجتمع الدولي في إنجاح الملف الليبي راح يدوه للمغرب، لأنهم عندهم ثقة في الدبلوماسية المغربية، لأن المغرب تتعامل بمنطق دولة. اذكروا كلامي جيدا، هاي كم من قضية، هاي وين راح سد النهضة ذيك اللي راح تنهيه وراح تلعب الجزائر، راح لأثيوبيا حدث فيها مشكل، راح للسودان حدث فيه انقلاب، راح لكل بلاصة وبعد ذلك راح ما كان والو. هاعطوني تراها قضية دخلتها الجزائر حلت، وراح راح تحل لك أزمة أوكرانيا. أزمة أوكرانيا راح يروحوا دول غربية يحطهم في طابلة فيها 10 كيلو، راح يروح لهم العمام راح يحل أزمة روسيا مع أوكرانيا. خليك من العبث هذا، تروح حل المشاكل برك اللي عندك مع شعبك، ما عندك مع جمعيات داخل البلد، ما نقولكش حل المشكلة مع المغرب. المغرب الآن يلعب على مستوى واحد آخر، أنت على أي مستوى تلعب؟ على أي مستوى تلعب؟ قضية فلسطين، الجزائر راح تلعب دور قضية فلسطين، فتحت قال لك نجيبوا الفصائل يتشاوروا لهنا. وبداوها بمحمود عباس، عطاوا له 100 مليار، روح من ثم ضربها بليلة سهرة في دار وزير الدفاع اللي غضبوا لأن المغرب عارضه. غضبوا من المغرب وخائن، والمغرب خان الأمة. وين خان الأمة المغرب؟ يا أخي المغرب عنده علاقات مع إسرائيل من قبل، لما راح بوتفليقة وتعانق هناك مع إيهود باراك، إيهود باراك كان رئيس الوزراء، وعلاش تم يا الجيش الوطني الشعبي والمؤسسة العسكرية اللي أنتم الحاكمين، علاش كيروح بوتفليقة ما هزيتوش طيشتوه في الحبس في جنازة الحسن الثاني؟ وقال له رجعوا الفيديوهات راهي موجودة، واش قال برومالو؟ التعاون، علاقات تحت الطاولة، علاقات اقتصادية. يا ولدي ملف غارقة فيه الجزائر من رأسها إلى أخمس قدميه. علاش ثم قلت لا يا بوتفليقة خن، رحت للمغرب الصهيوني اللي جاي وزير دفاع ووزراء وأنا ذاك، وجاوا للمغرب ورحت سلمت عليه. المفروض بوتفليقة يقول له اقعد ثم، اقعد ثم عند جدودك يا مغربي، اقعد ثم ما ترجعش اصلا. لا، ورجع وحكم بعدها سنين طويله هو حاكمه، وذوك كل حبس.
يعني المغرب كانت عنده علاقات مع إسرائيل وهي جديدة. الوزراء اللي يعني هذه هي الإشكالية نتاعكم. آية نحن نروحوا نلموا الفصائل، وين وصلتوا؟ القمة العربية هم بطلوا ما يهدروش عليها لأن بوادر فشلها. وهناك دول، نزيد نعطيكم معلومة من مصادر لن أسمي هذه الدول حتى إلى وقتها، هناك دول اشترطت حل الأزمة ومشاركة المغرب، وإذا لم يشارك المغرب إذا تمت القمة راح تكون قمة بمستوى تمثيل هزيل. والجزائر راهي خايفة، الجزائر نقولها لكم إذا تأكدت بأن الدول راح يكون تمثيل هزيل راح يدير أي سبب باش تنهي هذه القمة وما تخليها ما تنعقدش. هيا وين هي؟ لو كانت دولة، الجزائر دولة مؤثرة بمعنى الكلمة ودولة لديها تأثيرها، أوكي كيفاش تدير؟ تحل أزمتها مع المغرب. يا أخي تبون قال المغرب ما عندنا حتى مشكلة، يجي يجلس في الطاولة. علاش؟ دار أعمال عدائية، أوكي درت أعمال عدائية، تعال عندنا نجلسوا في الطاولة. احنا باش نبينوا لك باللي راهو دولة، أنت كنت تجسس يا المغرب علينا ببيكاسوس، كنا فايقين لي. يا أخي في فيفري وزير الإعلام دار حوار، والحوار هذاك ما داروش وزير الإعلام، دار نشروه في الشروق، وجتني معلومات من داخل الشروق، هذاك جاهم جاهز من طرف المخابرات ونشروه، قال بأن المغرب يستعمل برامج للجوسس بأشهر عد. هذا ماذا يعني؟ إما الجزائر كانت فايقة للمغرب راهو يتجسس عليها وخلاته يتجسس، أو أنها كانت تحضر في فبركة هذه العملية باش تتهم المغرب. هذه هي تفسيرتها. في فيفري وبعدها بخمس شهور وقيلة انفجرت الفضيحة. خليكم أنتم الجواب عندكم أنتم، قولوا لنا أنتم وش بدل أنك صار المغرب عندكم اكتشفتوا أشياء ممارسات عدائية. يلا لا ممارسات عدائية ولا بطيخ، الجزائر تريد جمهورية صحراوية جنوب المغرب، هذه ما كانش راكبين روسهم في هذه، ما تندار الجزائر مستعدة تخرب الجزائر على جال الصحراء الغربية، هذا هو المنطق، ولكن الجزائريين لن يسمحوا بها. هذه قضية دبلوماسية عندنا فيها موقف محدد، الحكومة القائمة الآن عند هذا الموقف، غدوة قادر تجي حكومة أخرى تغير ما تغير موقفها. شوف الدول اللي تعرف في كل حاجة ما يرموش ثقلها في قضايا الدبلوماسية، الدول مش تدير تعلن الموقف فيها وتخليها تشوف غدوة ترى من مصلحتها تغيير الموقف، ما يمشي تدير الأجهزة تعمل تحت الطاولة، يجي رئيس جديد يبدأ رجل سياسي يطرح في رؤية جديدة في هذه القضية، يدعموه من تحت يجي رئيس دولة يغير الموقف السياسي ويبقى موقف هذا. غدوة تظهر مصلحة حتى الموقف هذا لازم له يتغير موقف واحد أخر، تجي انتخابات أخرى يبدأ صناعة شخص عنده أطروحة أخرى ويصنعوه ويطلعوه ويخلوه يغير الموقف، تبقى دائما عبارة عن حكومات متداولة تغير في مواقفها وكل واحدة عندها موقف، وهذا بعد ديمقراطي. جات حكومة اليوم تقول الصحراء غربية، غدوة تجي حكومة أخرى ترى أنا غير ذلك تقول الصحراء مغربية، فهذا طبيعي عند الدول. وتجي والشعوب والمبادئ ونحن ما نتغيرش، شنو المبادئ واش من كلام بطيخ هذا اللي تستعمل فيه؟ نظامنا ما عنده لا مبادئ ولا هم يحزنون، نظام تاع سكرجية والله ما يعرفوا لا ربي ولا العبد، هذه الحقيقة. نتكلموا بمنطق المصالح، ما نتكلموا حتى بمنطق واحد آخر. المغرب راه يصفع فيكم أدروات وغوش يا جماعة، كل يوم إنجازات دبلوماسية، الدول واقفة معاها، ينزلوا عنده قايم بيهم، وصلوا له الغاز من آخر القارات، وصلوا له الغاز باش ما يقعدش أمبا. شوف الحلفاء أنتم وحدكم، أنتم وحدكم ولا واحد عزاكم في ثلاثة جزائريين، حتى البوليزارو ما سمعتش عزته، الله أعلم، حسب المتابعة ربما داروا بيان ما سمع به حتى واحد.